بالنسبة للنادي الأهلي طبعا يعني أهم طبعا بكتير من البطولة العربية. طبعا لازم نستفيد، استفدنا من البطولة العربية، نحصل بقى وين يعني نحصد اللي احنا عملناه في البطولة العربية، نحصل عليه في كأس مصر بإذن الله في البطولة دي. ده امام حضراتكم مشاهدينا اخر يعني اخر ملابسات معسكر النادي الاهلي قبل التوجه الى ملعب المباراه. كابتن احمد ايوب، وكنا شفنا في البدايه ست اللي هو شيرين شمس، وايضا كابتن سمير عدلي وسيد وليد مهدي مدير اداره المباريات، ودي النجوم الفريق بيتوجهوا في محاضره قبل التوجه مباشره الى ملعب اللقاء. هيجري معاهم كابتن حسام بدري لإلقاء آخر المحاضرات أو آخر كلامه قبل مع اللعيبة قبل التوجه إلى المباراة. نقول مشوار سموحة. سموحة واجه المريخ وكسب 3-2 في أول اللقاءات، ثم واجه الإسماعيلي وفاز بهدف مقابل لا شيء، ثم واجه مصر المقاصة وفاز بهدف مقابل لا شيء. مشوار صعب ودايما التفوق، حتى لما لعب فريق المريخ اللي جاي من الدرجة الأقل برضه فاز بفارق هدف. صحيح، الثلاث مباريات بفارق هدف وحيد، لكن ده بيديله دافع قوي جدا لما تجتاز مشوار صعب، تفوز على الاسماعيلي في دور ال 16 وتفوز على المقاصه في دور الثمانيه، واجه فرقتين من اقوى فرق الدوري، حتى الاسماعيلي لو ترتيبه متراجع شويه لكن يبقى فريق له قيمه وفريق له تاريخ. المقاصه طبعا واحد من افضل فرق الدوري في اخر ثلاث سنين والوصيف في السيزون الحالي، فانا اعتقد ان سموحه يعني داخل مباراه النهارده بدوافع كبيره جدا، لكن طبعا لما ندخل في الجانب الفني شويه نتكلم عن بعض الغيابات اللي عنده. هو مشوار صعب، والمشوار الصعب ده كان له ثمن طبعا على صعيد الاصابات وما شابه يعني. طيب احمد، شايف واقعيه سموحه في الكاس ما بيلعبوش اوبن جيم، بيبقى خطوطهم الى حد ما بيلعبوا على الطرق الدفاعيه اكثر في مواجهات الكاس، خاصه ان احنا شايفين ان ما بيتفوق يعني ما فيش ماتش حتى لما لعبوا المريخ ما كسبوش بفارق اهداف كبير. هو في ماتش المريخ كمان في البدايه المريخ بصراحه تعرض لظلم تحكيمي في المباراه دي اللي كانت في شهر فبراير في ديسمبر كمان، فكان في ظلم تحكيمي حتى للسموحه عدى في الماتش ده بصعوبه جدا، في ماتش الاسماعيلي كمان عدى بصعوبه، ماتش المقاصه وصل لاشواط اضافيه وكسب بهدف ضربه ثابته او ضربه ركنيه. فالسموحه مشواره صعب جدا، ويعني نقدر نقول ان هو بيكسب بصعوبه يعني بتعدي كده يعني كل مباراه، ولكن طبعا هم بيقفلوا كويس وعندهم دافع، اللعيبه كلها عايزه تثبت نفسها، في لعيبه عايزه تقدم اوراق للموسم الجديد، تثبت نفسها عند المدير الفني الجديد استراقه، بطوله مهمه اكيد اي لاعب منهم اكيد عايز يحصل على كاس مصر. لا اكيد سموحه طبعا عندهم الدافع، ولازم طبعا نحترم فريق سموحه بالتاكيد. وهاخد من كلامك واقول ان كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي صرح بان مواجهه سموحه ما هي سهله، فريق بيمتلك العديد من العناصر الكويسه، العناصر الجيده اللي ممكن يشكل له خطوره على النادي الاهلي، ولكن هو واثق في امكانيات لاعبي النادي الاهلي وواثق في امكانيات فريقه ان هي قادره على العبور، خاصه ان كمان هيكون بيحضر اللقاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده هيكتور كوبر الارجنتيني، استعدادا بقى ليه عايز يجهز نفسه قبل لقاء اوغندا. والكابتن اسامه نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني قال ان مباراه الاهلي وسموحه هتحدد ميعاد معسكر المنتخب القادم، سواء في حاله فوز الاهلي ووصوله للنهائي هتاجل المعسكر ليوم 22، في حاله لا قدر الله فوز سموحه فهيبقى معسكر المنتخب هيبتدي يوم 20، فحتى لقاءات الاهلي هي اللي بتشكل نفس الكلام في البطوله العربيه. نعم، برضه هي اللي بتشكل معسكرات المنتخبات، يعني مباراه الاهلي في البطوله العربيه برضه هي اللي حددت موعد مباراه الكاس في حاله خساره الاهلي، وده اللي حصل للاسف قدام الفيصلي. كانت مباراه الكاس اتقدمت يوم، لو كان الاهلي تقدم المباراه النهائيه كانت اتاخر يوم، فدايما الاهلي لانه بيوصل لادوار نهائيه في مختلف البطولات فده بيأثر على مواعيد المباريات وحتى المعسكرات يعني. كمان لان القوام الرئيسي للمنتخب مصر من النادي الاهلي، يعني في اكتر من القائمه لما تتعلن هيبقى فيها اكتر من 10 لعيبه من النادي الاهلي، يعني لو عدناهم مثلا شريف اكرامي، سعد سمير، ربيعه، احمد فتحي، عمرو السليه ممكن يخش، صالح جمعه ممكن يخش، مؤمن زكريا ممكن يدخل قدام، ممكن عمرو جمال طبعا، نعم. عمرو جمال ده اساسي عنده، وارد يكون حسام عاشور، وارد يكون ممكن طبعا حسام عاشور، يعني في عناصر كتير جدا في النادي حوالي 8 او 9 لاعبين، فبالتاكيد يعني القوام الرئيسي بالتاكيد اكتر نادي فيه لعيبه في منتخب مصر هو النادي الاهلي، فعشان كده بتاخر المواعيد بالتاكيد عشان النادي الاهلي. طيب نخش في المواجهات، الاهلي وسموحه تواجهوا 16 مره، الاهلي فاز في 8 مواجهات اخرهم كان على فريق سموحه في الدور الثاني من الدوري باربع اهداف مقابل هدفين، وكان صراحه واحد من اجمل اللقاءات اللي شفناها في الفترة الأخيرة. النادي الأهلي حتى صالح جمعة كان متألق في هذا اللقاء، وتو جوادي، مؤمن زكريا، وعمرو جمال بيظهروا، وده حسام عاشور بيظهر في الكادر أمام المشاهدين.
والتفاعل دايما النادي الاهلي لما بيروح اي مكان بيبقى حدث بالنسبه للناس اللي شغاله في الفندق، الناس اللي في الشارع، الناس اللي مقيمه في الفندق برضو. يعني معلش انا هطلع من حته المواجهات واروح، لان انت لما تكون في مكان وتلاقي النادي الاهلي ده حدث لوحده. بالتاكيد. ويمكن على يعني على ذكر كلامك، النهارده كان في احد العلماء الافاضل يعني كان بتكلم معاه هاتفيا وقال لي ان انا كنت بخطب الجمعه اللي فاتت، وفوجئ ان لعيب الاهلي كان هو الخطيب. يمكن كانت معانا حتى كنا موجودين هنا في الجمعة، كان معانا الكواليس وكان معانا اللقطات، كان بيقول ان هو كان موجود وفوجئ ان لعيب الاهلي موجودين في المسجد وان قناه الاهلي بتصور، وكان ما هو كان سعيد جدا بالشيء ده وكان كل الموجودين سعداء. فيعني ده على ذكر اللي انت قلته، فعلا تواجد لعيب الاهلي وتواجد فريق الاهلي حتى مش فريق الكوره بس، يعني اي فرق من الاهلي. طب اسالك سؤال بس معلش، ده على الاهلي ولا ما دعش؟ طبعا 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 دايما يعني تواجد اي شيء يخص الاهلي بيخلق حاله جميله جدا، والاهلي طبعا شعبيته غنيه عن التعريف. يعني تاني برضه احمد، انت بخلاف يعني وجودك في الوسط الرياضي، وجودك في مكان بيكون فيه النادي الاهلي بيبقى يعني حاجه اعظم نادي في افريقيا. يعني اعظم نادي في افريقيا النادي الاهلي بالتاكيد. اي لما تلاقي اللعيبه في اي مكان او الجهاز الفني او في اي مكان، الناس اللي لازم تروح تتصور معاهم، ده شعبيه النادي